السلام عليكم. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق صورة حزينة جدا ومؤلمة لوالدة حفيظ دراجي. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ظهرت والدة حفيظ دراجي صباح اليوم وهي في المقبرة أمام قبر ابنها المتوفي تبكي حزنا وألما على فقدان فلذة كبدها الدراجي نور الدين والذي توفي منذ أيام بعد معاناة مع المرض. وكتب حفيظ دراجي على صفحته الرسمية على الفيسبوك: يا رب هون على أمي وألهمنا موجبات رحمتك. وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة المحزنة ودعوا لهم بالصبر على ابنهما الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.